بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث رقم 11 والشكل 12. وبهذا الإسناد رقم 11. الإسناد رقم 11 كان عن بعض أصحابه، زين، عن أبي سعيد الخيبري هناك عن محمد بن علي رفعه فيبتلى بالرافع. قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم والكذب المفترع. قيل له: وما الكذب المفترع؟ مفترع يعني اللي يحجز، الحاجز، يعني يحجزكم عن قبول كلامكم، يخلي حاجز بينكم وبين الناس، بينكم وبين الحق والواقع. قال: أن يحدث الرجل بالحديث. واحد يحدثك يقول لك مثلا عن زيد: أنا ما سمعت العالم الفلاني. أنا دا أنقل لك القصة عن العالم الفلاني بس بواسطة فلان. قل له إيه؟ تسمع منه تحذف الواسطة، رأسا تنقل عن العالم الفلاني وكأنك سمعت من العالم، الواسطة اللي بينك وبين ذاك العالم تحذفها. أن يحدث الرجل، أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه، تترك ذاك الرجل وترويه عن الذي حدثك عن، رأسا قبل عن صاحب القصة ترويها. هذا الكذب المفترع، الكذب الحاجز. من تنتشر القصة عنك، منو رواها عن فلان عالم فلان؟ بعدين يقول: أنا قلت له هذا بالقصة وما كان يدري بيها، فيتبين للناس أنه كذب عليهم. هل مقدار اللي حذف الواسطة هذا كذب مفترع؟ لاحظتوا؟ بس مبين بينهم وبين المعصومين وسائط. يعني مو منكر، يعني هذا ينكر الواسطة. يترك الواسطة، فتتركه، يترك الواسطة عمدا، يترك الواسطة فيروي، فالناس ما يدرون بينه وبين ذاك العالم واسطة أكو، بينه وبين المعصوم واسطة أكو. لاحظتوا؟ لو كان وهو ما حدثه، أحسن، حدث ذلك الشخص ونقل ذلك. هذا مو صحيح. هذا زين. الحديث رقم 13، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن جميل بن دراج، حديث صحيح. قال أبو عبد الله عليه السلام: أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. حملهم محملين، المحمل الأول الإعراب، إحنا قوم فصحاء، حديثنا من نقلوه مع الإعراب، الإعراب اللي هذا نفتهمه إحنا، زين؟ اي يعني شنو؟ يعني كلامنا من نقلوه حطوا له علامات اعراب، احنا ما نخطأ،
ربما أنتم ما تتقنون العربية تخطئون، لا يصورون الناس الخطأ منا. أعرفوا كلامنا فإنا قوم فصحاء، تردون تنقلون نقلوا بأمانة ودقة. لاحظتوا الوجه الثاني، أعرفوا كلامنا يعني أظهروا كلامنا، أظهروا بينوا كلامنا للناس. الناس وقت اللي تسمع كلامنا تفتهم هذا كلامنا. أعرفوا يعني أظهروا، أعرفوا كلامنا يعني أظهروه للناس. الناس من يسمعوا يتعجبون يفتهمون هذا كلام، كلام فصيح، كلام راقي. لاحظت هذا الوجه الثاني. اي الوسائط الاخرى. نعم ليش ناس تتهمهم انه كلامهم مو دقيق؟ اشكال اكو في الكلام. اذا اعربتوا الناس يفتهمون انه هذا قيمه الى هذا الكلام بهذا النظم، الكلام بهذا النظم والإعراب. ولكن الثاني أظهر من الأول، هل يكون الثاني، الثاني يشير إلى معنى أرقى. زين الحديث الذي بعده حديث رقم 14، علي بن محمد عن سهل بن زياد. لاحظتوا شيخ الكليني أستاذ هذا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن هشام وحماد وغيره، حماد بن عثمان وغيره وغيره، قالوا آخر الحديث أفضل من وسطه. أوله علي بن محمد مقبول، سهل على المشهور ضعيف، ولكن احنا نصحح الحديث. الإشكال في عمر بن عبد العزيز، هذا مو ذاك عمر بن عبد العزيز الأموي، هذا لا غيره، هذا يوصف بأنه مهمل مخلط، مهمل، وكان أحاديثه يخلطها، يخلط الأحاديث. لكن هشام وحماد وغير حماد فرد مجموعة ذوله. زين، قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليهم السلام جميعا، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. احذف الوسائط، شنو النتيجة؟ حديث قول الله، حديث الإمام، لاحظت الصادق عليه السلام هو قول الله تبارك وتعالى، لا فرق،
قوله قول الله. لكن إذا أردت تحب تشوف الوسائط أظهر لك هذه الوسائط. فبعض أوقات إذا تسمع الإمام الصادق قال رسول الله أعرف الوسيطة، إذا الإمام الصادق يقول قال الله هاي الوسائط. مضى ذاك جائزة، جائزة ذاك بالصراحة، ذاك ذاك أصرح من هذا. هذا في مقام أنه أحاديثنا مو بعضها يغير البعض، نفسها حديث نفس حديث أبي، ما يتعارض مع حديث أبي، ما يتعارض مع حديث رسول الله، ما يتعارض عن عين وقول الله تبارك وتعالى نفسه. بلي عدة، حديث رقم 15، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن خالد زين، شوف عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة. لاحظت البعض قاري شمبولة، بس هذا هو الضابط ماله حسب الظاهر، مو شمبولة، شينولة، يو بالسين البعض مسوي. قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام، منو؟ إمام الجواد عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا فيه مجهول، نعم. قال جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، مشايخنا أساتذتنا الطبقة اللي قبلنا رووا عن الإمام الصادق، رووا عن الإمام الباقر، مو الطبقة المباشرة إلا قبلنا، الطبقات اللي قبلنا يعني. وكانت التقية شديدة، اضطراب كان بالوضع الأمني، تقية شديدة، فكتموا كتبهم، ما قدرنا نحصل على كتبهم بالإجازات، كل كتبهم ما حصلنا عليها بالإجازة، كتبهم موجودة عند أبنائهم كانوا ضاميها، ارتفعت التقية طلعوا وقالوا هاي كتب أثر التقية من بني أمية وغير وكذا، قالوا هاي ترى كتب آبائنا الآن موجودة، وبيننا وبينهم واسطتين، بعض أوقات ثلاث وسائط بيناتنا، أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الآن ما موجودين، وأصحاب الكتب ما مطينا إجازة، شو نسوي إحنا؟ ولم تروى عنهم، ما رووها للوسائط اللي أساتذتنا مشايخنا ما أخذوها مباشرة، الوسائط القبلهم القبلهم فد واسطتين أكو. فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، إحنا شفناها، أوه الكتب شقد أحاديث فيها. قال حدثوا بها فإنها حق، حتى لو بالوجادة، لأن هم وجدوها هاي الطريق، شنو راح يصير هذا الطريق؟ طريق الوجادة. قال ما يخالف، الإمام عليه الصلاة والسلام أجازه واعتبر أن تلك الكتب المنسوبة إلى أصحابها صحيحة موثقة، فتقدرون تنقلون عنها. حتى لا وجادة إجازة من المعصوم. نعم. حتى لا وجادة بعد أجيزه من قبل المعصوم. إيه بس الطريق، اسم الطريق هذا. يعني ذولا خافوا من مسألة الوجادة، يتبين أنه مو كل واحد يروي بالوجادة، بس رادوا يتأكدون، لأن أنا أجد كتاب يمكن مزودين بي، يمكن منقصين بي عن لسان المؤلف. الإمام قال لا حق، يعني لم يدخل هالباطل، ما يتسرب لهالباطل والوضع. لاحظتم؟ نعم. هذه الكتب، الكتب اللي
كتبوها عن الإمام الباقر والصادق الإمام أجازها. انتهى باب التقليد. هذا باب جديد. لو كنا مرقمين بعد رقم 16 الأبواب هذا ايش قد يصير؟ 18. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى الظاهر هو الكاهلي هذا عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، فالحديث يكون صحيحا وإن كان استظهر البعض هو أن يكون الكاهلي، والعلامة المجلسي احتمل أن يكون هو الكاهلي، يقول وهو أصوب أن يكون هو الكاهلي هذا. العلامة المجلسي وصفه بالحسن، والظاهر أنه لا داعي لأن نصفه بالحسن، هو حديث صحيح. هو اثنين عبد الله بن يحيى، واحد الكاهلي واحد غيره، فيكون مجهول له. إذا لا هو لا هو استظهر أن الذي يروي عنه البرقي الكاهلي، لاحظت استظهر ذلك، فلما استظهر ذلك كان عليه أن يصحح الحديث لا يحسنه. زين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الآية الشريفة اتخذوا أحبارهم رهبانا، بلي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا من دون الله. لمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم؟ شنو اتخذوهم أربابا؟ شنو صفتهم؟ من دون الله، من دون الله. هاي دققوا فيها. فقال أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ما قلهم تعالوا عبدونا حتى يصيرون أرباب، ولو دعوهم لما أجابهم، لو يقولون تعالوا ادعونا ما كان يجيبهم ذولا. إذن ولكن أحلوا لهم حراما، هذا ما يحتاج، هذا لا حلال، هذا هم يدرون أنه كان حرام، يدرون حرام بس أحلوه. وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. العبادة شنية هنا؟ أطاعوهم في ذلك فحسبت عليهم عبادة. من أصغى إلى ناطق فقد عبد. لاحظت الحديث اللي بعده؟ علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن محمد الهمداني عن محمد بن عبيدة. المشهور في سهل كما قلنا مكررا ضعيف، فعند المشهور الحديث ضعيف، وعندنا يكون تام سندا هذا الحديث. قال لي أبو الحسن عليه السلام يا محمد، محمد بن عبيدة يعني الإمام ده يكلم هذا الرجل، يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجئة؟ قال قلت قلدنا وقلدوا. مولاي احنا قلدناكم هم قلدوا ناس. فقال لم أسألك عن هذا، فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول. مدريني الإمام شنو يريد، بس أنا شطيت لي في الدعشاية كبيرة. قلدنا وقلدوا لي. فقال أبو الحسن عليه السلام إن المرجئة، هذا المهم، نصبت رجلا لم تفرض طاعته من قبل الله عز وجل. نصبوا رجل شنو؟ لم تفرض طاعته، مو حجة الله نصب عليهم وقلدوه،
وأنتم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته. فرضتم يعني قلتم بأن طاعته مفروضة، مو أنت فرضتم طاعته، فرضتم طاعته يعني قلتم أن طاعته مفروضة من الله، ثم لم تقلدوه فهم أشد منكم تقليدا. عجيب هذا، تفتوا لي ولا؟ وأنتم ذولاك شنو؟ ذولاك نصب واحد ما منصوب من قبل الله، واتبعوه أشد الاتباع. الآن شوف ذول شقد مستميتين، ذول النواصب الوهابية غيرهم، شون مستميتين؟ نصبوا من لم ينصبه الله، ولكن بالدفاع مستميتين، وكذلك أتباع الباطل. وأنتم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته، قلتم أن طاعته واجبة، شنو سويتوا أنتوا؟ قلدتوا أنتوا؟ اتبعتوا؟ صدتوا مستميتين؟ لا، ثم لم تقلدوه. هاي مشكلتكم، تقولون هذا مفروض من قبل الله تبارك وتعالى، بس ما قلدتوا ذاك التقليد الزين، فهم أشد منكم تقليدا، تقليدهم أحسن من تقليدكم. أهيرون يقللهم، هم في باطلهم أشد تمسكا منكم بالحق. لا مو تكوينية، ترتبط بالمعرفة. خلص، احنا عندنا بعض الأفراد كانوا مستميتين، مالك، عمار، ذو الشهادتين، أمثال هؤلاء. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة له: فما دارت الجمعة حتى ضربه اللعين ابن ملجم. في آخر خطبة له قبل أسبوع أقل من شهادته، قريب شهادته، قبل ليه بالضربة مالته، كان يقول: أين عمار؟ أين ذو الشهادتين؟ أين ابن التيهان؟ وينهم ذولا وأضرابهم؟ أمثالهم وينهم؟ كان أكو، بس عموما لا، عموما لا. الحديث اللي بعده: محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربع بن عبد الله عن أبي بصير. ربع موجود، بناء على المشهور لابد أن يكون الحديث مجهولا لوجود منه، لوجود ربعي، لكن يمكن تصحيح الحديث بواسطة منه حماد، فلذا يكون كالصحيح لقاعدة تصحيح ما يصح عنهم. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال: والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم. الأربابية ما كانت بشكل العبادة الصلاة والصيام، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم. قالوا لهم الجر حلال أكله، قالوا لهم الأرنب حلال أكله، قالوا لهم كثير من المحرمات، قالوا لهم تقدرون بالنبيذ تتوضون، قالوا لهم تقدرون بالصلاة تخلون الغائط على لحيتكم تصلون، اتبعوهم وهكذا. زين، وهكذا. الآن ندخل في باب جديد. شنو هذا الباب؟ باب البدع والرأي والمقاييس. الحديث الأول: الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء. هذا السند الأول. هذا السند الأول إشكال فيه منه؟ السند الثاني: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال جميعا، السند الأول والثاني
عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم، فبهذا السند الثاني يكون صحيحا. نعم، لا تقدر، هذا ابن فضال الأب هو موثق حتى أولاده. زين، مشترك، هذا غير مشترك أنه ضعيف أيضا. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس، خطب الناس فقال: أيها الناس، إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع. الفتن شلون تقع؟ بدء الفتنة منين؟ شلون تبدي الفتنة؟ أيها الناس، إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع. فالذين سبقوا أمير المؤمنين شلون قدروا يسبقوا؟ هذا واحد، أهواء تتبع. ثانيا، أحكام تبتدع. تدعون أحكام جديدة تخفيف عن الأمة، هذا البهرة رسميا. قسم ذولا البرهانية اللي يجون يزورون، ذولا أتباع محمد برهان الدين، ذولا عندهم صلاة صيام كذا عندهم، بس كثير من فقههم مثل العامة. القسم الثاني هذا أتباع ذاك اللي لندن بأمريكا، ما أدري كريم، ما أدري شنو اسمه، كريم أغخان، الأغخانية، الأغخانية ذولا قال لهم خلاص رفعت عنكم العبادة، فهم في حل واستراحة من ذلك. بعض الأيام يروحون يقعدون بالمسجد، يجتمعون يوم كل فترة يقعدون بالمسجد دعاء مثل المسيحيين. هو نعمة العون للاستعمار، والمسيح كان نعمة العون لهم، سوى طريقة بدل المساجد إلى كنائس. لاحظت؟ هالشكل أحكام تبتدع بكيفة يخالف فيها كتاب الله، يتولى فيها رجال رجالا. الرجال يتولون منه رجالا، يتولى فيها رجال رجالا. فلو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة. خلص يعني ما صار مشوب، يعني الباطل كان خالص واضح، مقابل الباطل يشاب بالحق، يختلط بالحق. زين، ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف، لكن هم خلطوا الحق بالباطل. ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معا، فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى. اللي يتبعون الحق ذولا اللي نجاوا، لما يتبعون الأهواء، ما يتبعون رجالا لم ينصبهم الله عز وجل. الحديث الذي يليه: الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن محمد بن جمهور العمي يرفعه. اثنين اكو، عمي وعمي، هذا بالفتح عمي، اكو عمي لعله فيما بعد ياتينا، مو اسمه محمد بن جمهور غيره، بس يلقب بالعمي. قال رسول الله صلى الله عليه واله، اشكاليا فيها، هم معلى بن محمد هم محمد بن جمهور.
مضافا إلى الرافع. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه. واجب علي العالم يطلع علمه، يكف أمام البدع، يوقف مقابلها، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. هذا عالم ملعون يصير، عالم لكن عالم ملعون. فشوف مسؤولية العالم مش قد مهمة. العالم إذا شخص مسؤوليته شخصها، إذا ما شخص مسؤوليته يصير ملعون، وهو لعله بعض أوقات يستهين بالمسؤولية فيلعن. نعم أي نعم. وبهذا الإسناد عن محمد بن جمهور رفعه أيضا، قال: من أتى ذا بدعة فعظمه. يروح إلى صاحب البدعة ويعظمه تعظيما لبدعته. خوش دا السوي، بارك الله بك، فإنما يسعى في هدم الإسلام. خلص إذا البدعة بدعة 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 بعد بدعة جتي، شنو يبقى من الإسلام؟ الحقائق تذهب. وبهذا الإسناد عن محمد بن جمهور رفعه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة. لا يتوب الله على صاحب البدعة. ليش؟ قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: إنه أشرب قلبه حبها. هو طبعا صاحب البدعة ما يتوب، طبيعته ما يتوب، يسوي بدعة يبتدع يبتدع يبتدع، شغله مشى ما يرجع عنها، ما يتوب. يسلب التوفيق تكوينا من الآثار الوضعية للبدع، تسلب توفيق التوبة. لاحظت؟ إذن الأحاديث، هذا حديث مسند محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب، حديث صحيح. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان. نعم، يكاد بها، لو يكاد شنو عندكم؟ يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي موكلا به يذب عنه. كل بدعة تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من الذي يقف مقابلها؟ من أهل البيت موكلا به يذب عنه، ينطق بإلهام من الله ويعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين ويعبر عن الضعفاء. فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله واعلموا من تتبعون. شوفوا المن تتبعون، تتبعون من يدافع عن الحق أو تتبعون أصحاب البدع؟ وراي راح يصير بدع، بس اللي يدافع، اللي يدافع هذا يكاد بها الإيمان، يعني يكاد بها الإيمان يعني تقريبا تأكل الإيمان. لاحظت؟ يكاد بها يعني تقريبا تأكل الإيمان. زين، يعني يكاد بها الإيمان يعني تأخذ الإيمان. من اللي يقدر يقف مقابله؟ وبالفعل وهؤلاء أهل الضلالة انتهت، انتهى إيمانهم. عموم الناس لا إيمان لهم، هم لا إيمان، هم لا إيمان لهم، نينات. زين، فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله
اللي يرد كيد الكائدين، من هو اللي يرد كيد الكائدين؟ هذا الكيد منو يقدر يرده؟ ولي من أهل بيتي، هذا اللي يرد الكيد، هذا اللي يدافع. زين، يأتي.